ربي يحفظك وربي يسترك. درت لنا ما شاء الله اليوم داش لنا حظيره تاع السيارات في الميلينيوم، وين يعرف ازدحام كبير بعد الفطور وفي السهره، العائلات كثير ما يقولوش ان يركنوا السيارات نتاعهم. اذا في ظرف تاع شهرين انجزنا هذا الحظيره تتسع ل 300 سياره ومربوطه بالحديقه المتوسطيه بممر علوي حتى نخليو العائلات يقضوا ليالي تاعهم في ظروف جيده. كانت لنا وقفه كذلك في الحديقه هذه تاع الميلينيوم، ان شاء الله احنا نهدف باش تكون مكان للتسليه وللراحه. خذينا اجراءات ان شاء الله باش مع حديقه التسليه مع المؤسسه باش تكون فيه العاب وتكون فيه مسبح ويكون فيه دار للبيئه. ثم نستمر كالعاده من حين لاخر ندشن فضاءات مثل هذا الفضاء تاع اللعب تاع الاولاد والمساحات الخضراء. وهنا نذكر باللي العام هذا كنا هيئنا 42 هكتار 42 هكتار كمساحات خضراء في وهران. هو يعني انجاز لا باس به، ولكن نظر بالحجم تاع وهران الحجم تاع المدينه يتطلب مجهود متضاعف ان شاء الله حتى تكون هذه المساحات الخضراء تزين هذه المدينه.